تمام. رح نحاول مع بعض نشوفها مع بعض انه كيف رح نستخدم الايزس درو في رسم المركب اللي بين ايدينا. زي ما انتم شايفين المركب اللي بين ايدينا هي، انا في عندي هذا الكومبلكس بدنا نحاول نرسمه على على الصفحه اللي احنا فيها، ماشي، ورح نشوفه فعليا مع بعض. تمام، في البدايه حتى نرسم، احنا نرسم مركب كامل، ماشي، ممكن طبعا ناش ناخذ كوبي بيست احنا بالتاكيد يعني، بس حتى نرسمه بنبلش ناخذها رينج رينج. زي ما احنا شايفين انا عندي هنا في البدايه راح اخذ السايكلوهكسين وراح ارسم اول حلقه اللي هي موجوده عندي هنا، ثم راح اخذ كمان مره نفس الرينج اعملها، بعدين الرينج الثالثه، بعدين الرينج الرابعه، بعدين الرينج الخامسه. هلا احنا محتاجين هنا دبل بوند، فبالتالي احنا حنطلع دبل بوند، بنروح زي بنختار الدبل بوند، وفي المنطقه اللي انا هنا في عندي هي دبل بوند، ماشي، هي الدبل بوند الوحيده. بنرجع بدنا نختار نوعيه البوند الثانيه، ففي عندي خيارات زي ما انتم شايفين، في عندي هنا في الويدجز تول، فبنختار البوندز الموجوده عندي هنا، هي اول واحده. هلا مش مهم الاتجاه، مش مهم لانه هلا راح نشوف الاتجاه، احنا ممكن نحط الاتجاه صح بس احنا بدناش نحط الاتجاه على اساس نقدر نلفهم. فبالتالي هنا عندي هي واحده، هي ثنتين، هي ثلاثه، هي اربعه حطيناها واحنا عم نشتغل فيها. هلا محتاجين الداشت، هاي هلا الداشت نفس الشيء، بنروح ل بنختار الداشت زي ما انتم شايفين، اخترنا الداشت اللي عندي من هنا، بكمل عليها بهاي الاتجاه، ماشي، بكمل هاي واحدة، هاي ثنتين، هاي ثلاثة، هاي أربعة. لاحظ احنا هنا محتاجين كمان سنجل بوند، بنيجي هاي مش مهم، بنرجع بناخد بوند من عندي من هناك سنجل عادية، بنختارها سنجل بوند وبنيجي بنحطها بهذا الاتجاه. ممتاز، هيك صفى في عندي انا كل البوندز اللي انا بدي اياها. طبعا في حالة اي خطأ انا اتذكر في عندي انا شو بسموها، هاي في عندي المساحة بإمكاني أمسح منها في أي لحظة أنا بدي إياها. تمام، هلا حتى نحرك وين راحت؟ حتى نحرك هدول البوندز بإمكاني أروح للسيلكت أختار حتى أغير الاتجاهات. لاحظ إنه البوند اللي هنا على سبيل المثال، بس أمشي في الماوس أورجيكم إياها، هاي البوند اللي عندي أنا هنا اتجاهها مختلف عن البوند الموجودة عندي هنا. كملنا المنطقة نحط فيها هنا سي او ار حتى نلفهم زي ما شايفين، نختار عملية سيلكت وعملية روتيشن وبنلفها بالاتجاه اللي انا بدي اياه. تمام، اوكي، تأكدنا من الشكل، الامور كليتها تمام، ما عندناش اي مشكلة. ضايل علينا شيء كثير مهم اللي حكيناه احنا في الجزء الاولاني، وكان في عندي السيستم بيعمل نوت ريسبوندنج على هذا الاساس. بصراحة يعني استخدمت شيء نوعا ما جاهز حتى اشرح لكم اياه. حتى نغير اسماء المركب الاتومز، حكينا بنروح على الاي اللي هي التريبل اي اللي هي موجود عليها زي ثلاثة بوند، بنختار المنطقة اللي بدنا اياها وبنكتب فيها فقط كتابة اللي بدنا اياها، الاو اتش مثلا او هنا، وهي انا بدي احط هنا سي او او ار، بنكتبها عادي سي او او ار، فبتطلع عندي هسه مظبطها سي او او ار، ماشي، هاي اخترناها. تمام، السمبل تبعها بدنا نعمله سي او او ار، اخترنا الاتوم، ماشي، ممتاز. فهيك رسمنا فعليا اللي احنا بدنا اياه. تمام، ممتاز.